بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر علمي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس الأحياء مع درسنا لليوم بعنوان الجينات والبيئة مصدر التباين. أهدافنا لليوم في نهاية الدرس، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يشرح مفهوم التباين ويبين العلاقة بين الجين والأليل والكروموسوم. مصطلحات الدرس: التباين variation، الجين gene، الأليل allele، الطراز الجيني genotype، الصفة trait. ما هو التباين؟ نعم، فالتباين هو الاختلافات الوراثية بين أفراد النوع الواحد. على الرغم من وجود تشابه كبير بين البشر، ذلك أن كل منا لديه نفس الأعضاء الداخلية ونفس التركيب العظمي، ولكن نختلف بآلاف الخصائص الصغيرة كالطول، حجم اليد، شكل الأذن، شكل الأنف، لون العيون. جميع خصائص الكائن الحي يحددها الـ DNA كما درسنا سابقاً، ومنها خصائص سلوكية. تترجم الجينات المحمولة على الكروموسومات إلى بروتينات مسؤولة عن هذه الصفات، وتختلف الصفات من شخص لآخر بناءً على اختلاف تسلسل القواعد النيتروجينية. إذن كيف يحدث التباين؟ يحدث التباين الوراثي نتيجة اختلافات صغيرة في الـ DNA، ولا تعد الاختلافات الناتجة من تأثيرات بيئية مثل الإصابات أو التغذية جزءاً من التباين الوراثي. يعبر عن التباين باختلافات الصفات مثل الألوان المختلفة في الفراشات والزهور أيضاً، القرون الطويلة أو القصيرة عند ظبي المها هي بمثابة تباينات ضمن النوع نفسه. ويبدو أن هذه التباينات واضحة لأنها خارجية ويسهل رؤيتها، ولكن يجب أن نعرف أن التباين الوراثي يحدث أيضاً عند عدة مستويات، فهناك الكثير من التغيرات الداخلية كالتوازن الإنزيمي ومعدل الهضم، وهي أيضاً تباينات لكن يصعب تحديدها، فأغلب التباينات كيميائية حيوية ولا تتضح من الخارج. من المعلوم أن الصفات وراثية، وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء، ما يجعلها مختلفة عن التغييرات التي قد تحدث في مراحل الحياة، كما نرى في الآباء لونين مختلفين في الزهور، البنفسجي والأبيض، وقد ظهر اللون البنفسجي في الجيل الأول من الأبناء، وظهر اللون البنفسجي والأبيض في الجيل الثاني من الأبناء، مما يدل على أن صفة اللون توارثت من الآباء. كيف يحدث التباين؟ يحدث التباين بطريقتين رئيسيتين، الأولى حدوث الطفرات. الطفرات في الحمض النووي DNA، وقد درسنا في الدروس السابقة أنه إذا حدثت طفرة جينية في الخلايا الجنسية فإنها تنتقل من جيل لآخر. ثانياً، التوزيع العشوائي للكروموسومات وحركتها في أثناء التكاثر الجنسي يؤدي غالباً إلى تباينات جديدة في النسل. ذكرنا منذ قليل أن الصفات تتحكم فيها جينات. إذن ما هي الجينات؟ الجينات تتكون من تسلسل من النيوكليوتيدات في الـ DNA، ويشكل جزء من أحد الكروموسومات، ويمكن أن يتضمن الجين الواحد عشرات الآلاف من أزواج القواعد. إذن فالجينات هي وحدات وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء وتتحكم في الصفات. نرى أمامنا أزواج من الكروموسومات في خريطة كروموسومية. أين تقع الجينات فيها؟
تقع الجينات على الكروموسومات الموجودة في أنوية الخلايا الجسدية على شكل أزواج متماثلة 2N، بحيث أن أحد كروموسومي كل زوج يكون من الأم والآخر من الأب. الكروموسوم الواحد قد يحمل مئات الجينات، ويحتوي الكروموسومان المتماثلان على الجينات نفسها بالتسلسل نفسه وعلى المواقع نفسها. غالباً ما نمثل الجينات بشكل حزم على الكروموسوم كما موضح بالشكل، وتوجد أيضاً جينات محمولة على الكروموسومات الجنسية. للجين الواحد أكثر من شكل مختلف، وتسمى هذه الأشكال المختلفة بالأليلات، فيظهر لديك في الشكل الموقع الذي يحدد مكان الجين المسؤول عن اللون في الزهرة. يمكن أن يظهر الأليل نفسه على كلا الكروموسومين المتماثلين كما في الشكل a ويمكن أيضاً أن يظهر أليلان مختلفان على الكروموسومين المتماثلين كما في الشكل، والحرف الواحد يدل على صفة واحدة كصفة لون البشرة مثلاً أو لون الشعر أو شكل الأذن، والحرف نفسه بالحجم الصغير والكبير يدلان على الاختلاف في الصفة الواحدة، كأن نقول السمول A تدل على لون العيون الأسود والكابيتال A تدل على لون العيون البني، فيما تدل مثلاً السمول D على لون الشعر الأسود والكابيتال D على لون الشعر الأشقر. وهكذا يتكون لدينا الطراز الجيني للصفة من تركيبة الأليلات على كلا الكروموسومين المتماثلين. مثلاً الطراز الجيني للصفة الأولى هو a. لا يتكون كل كروموسوم من جينات يستطيع الكائن استخدامها، فقد حدد العلماء أن 1.2% تقريباً فقط من DNA كروموسومات الإنسان يضم كل جينات البشرية المعروفة، وأن 98.8% تقريباً لا تحتوي على جينات فاعلة، لذلك ليس لدى معظم الطفرات أي تأثير ظاهر، لأن هذه الطفرات تحدث في النسبة العالية من DNA الغير مستخدم. تقييم بنائي: السؤال الأول، قارن بين كل من الجين والأليل. نعم، فالجين هو قطعة من DNA ترمز لإنتاج بروتين معين ويتحكم في إحدى الصفات، أما الأليل فهو شكل من الأشكال المختلفة للجين. السؤال الثاني، في الشكل أمامك كيف ظهر الأليلان في الكروموسومان المتماثلان في الأعلى وفي الأسفل؟ أحسنت، في الأعلى ظهر الأليلان متماثلان، بينما في الأسفل ظهر الأليلان مختلفان. السؤال الثالث، يوضح الشكل الأليلات للجين المسؤول عن الطول وللجين المسؤول عن لون العيون، أي الأليلات مختلفة؟ أحسنت، الأليلات كابيتال جي وسمول جي في الجين المسؤول عن لون العيون. سؤال باء، كيف يمكننا كتابة الطراز الجيني لصفة الطول؟ ممتاز، فالصفة تكتب كابيتال تي كابيتال تي، وهذا يرمز للطراز الجيني لصفة الطول. ملخص الدرس: تعرفنا اليوم على مفهوم التباين. يعبر عن التباين باختلافات بالصفات التي تحمل خصائص الكائن الحي، وأن هذه الصفات يحددها DNA. ثانياً، آلية حدوث التباين: يحدث التباين بطريقتين، من خلال الطفرات والتوزع العشوائي للكروموسومات أثناء التكاثر الجنسي. ثالثاً، الجينات: الجين هو وحدة الوراثة ويتحكم في إحدى الصفات.
تقع الجينات على الكروموسومات، بحيث يمكن أن يحمل الكروموسوم الواحد مئات الجينات. رابعاً، الأليلات هي أشكال مختلفة للجين، وتركيبة الأليلات على كلا الكروموسومين المتماثلين تكون الطراز الجيني للصفة. إلى هنا ينتهي درسنا لليوم، على أمل أن يتجدد لقاؤنا في الدروس القادمة إن شاء الله.